مساء الخير ومساء السعادة ومساء الجمال عليكم جميعا. اليوم حابة أتكلم معكم عن موضوع، بس قلت أبخركم أول وبعدها نتكلم عن الموضوع. موضوع مدام فيها بخور وحركات معناته إيش؟ حزر وفزر. وإيش راح يكون الموضوع؟ راح يكون عن الزواج. في هذه السنابات بإذن الله راح أحاول أني أتكلم عن الزواج من ناحية اختيار شريك الحياة. راح أتكلم اليوم عن الفتاة لما يتقدم لها شاب، كيف تقدر تقيم هذا الشاب من الناحية النفسية، كيف تقدر تحكم أنه هذا الإنسان اللي تقدم لي راح أقدر أعقد معاه شراكة مدى الحياة، راح تكون حياتي معاه سعيدة، راح أقدر أتكيف مع بعض المشاكل اللي أنا أشوفها في شخصيته، راح أقيم هذه الشخصية بشكل عام، هل هي شخصية كويسة أقدر أتعايش معها، أقدر أتكيف معها، أو إنه هذه الشخصية شخصية يعني ممكن يكون مظهر لي جانب ومخفي جوانب أخرى، يعني شخصية مزيفة، هل في سمات صعب إني أتعايش معها مع مرور الوقت. حبيت أتكلم مع البنات في هذا الموضوع اليوم، لأنه البنات عادة ما ينظرون لموضوع الزواج بشاعرية ورومانسية وحب، أو إنها تنظر إني بتزوج واحد وسيم وشكله كذا وعنده عضلات ومدري إيه ورياضي أو مشهور، لكن تغفل عن جوانب كثيرة في شخصية هذا الإنسان. فلما ينكشف القناع، زي ما قلنا، تظهر الشخصية الحقيقية بعيدا عن الزيف وعن الكلام الحلو وعن مشاعر الحب والغرام والهيام، وتبدأ تظهر السمات اللي انت بتتعايشين معاها العمر كله. عشان كذا لاحظ انه موضوع الطلاق صار شائع، وصار احيانا من الشهور الاولى للزواج، بعضهم حتى من الاسابيع الاولى للزواج. طيب، ما انتي كنتي شايفته في أثناء الخطوبة في الملكة، بس كنتي يعني أغفلتي الجانب الأساسي اللي انتي بتتعايشين معاه مدى الحياة، وركزتي على جانب الحب وجانب المشاعر وجانب العاطفة. لكل بنت مقبلة على الزواج في مرحلة الخطوبة في سن الزواج الآن، مهم إنه لما يتقدم لك شخص تدرسي شخصية هذا الإنسان، سلوكه من الناحية النفسية والاجتماعية والفكرية، كيف هذا الإنسان يفكر، كيف ينظر للحياة، كيف ينظر للمجتمع، كيف ينظر للمرأة. حطي تحت المرأة مليون خط. كيف نظرة هذا الشخص للأمور اللي تشغل حيز من الساحة حاليا؟ كيف تعامله مع زملائه في العمل، مع أهله في البيت، مع أصدقائه؟ من خلال الكلام تنكشف لك الشخصية، تظهر بطريقة عفوية، بطريقة يعني، إلا إنه مهما كان حريص، مهما كان يحاول يظهر الجانب الإيجابي، إلا إنه في بعض المواقف تظهر أثناء الحديث. فبدل ما أنت تضيعي وقتك طول الوقت وأنت تكلمي عن الحب والهيام والغرام والعشق والرومانسية، وراحت شهور الملكة وشهور الخطوبة وانتي ما كشفتي عن هذه الشخصية، وما ظهرت لك أي سمة من السمات الحقيقية اللي انتي راح تتعايشين معاها طول الوقت. ففي أمور جدا مهمة مهمة إنه أي بنت تكشف عن هذه الجوانب في شخصية الشاب المتقدم لها، لأنه في كثير من الشباب ما راح يقول لك إنه والله عنده مشكلة نفسية، ما راح يقول لك إنه مدمن مخدرات، ما راح يقول لك أي حاجة عن سلوكه أو عن يعني طبيعته في التعامل في الحياة، لكن راح يغريك بالكلام الحلو أو بالفلوس والهدايا. فأنتي هذه الأمور راح تعمي عيونك عن إنه أنتي تكتشفي ما وراء الكلام الحلو، ما وراء الرومانسية، ما وراء الهدايا والسفرات والفلوس. فهذه مهمتك إنه أنتي تكتشفي هذا الإنسان قبل ما يتم الزواج ويقع الفأس في الرأس، وبعدين تقولي ليت اللي جرى ما كان، وبعدين تقولين والله كان
كويس وما ادري ايش اللي صار وتغير. ما في احد يتغير، هي مجرد انها سقطت الاقنعة وظهرت الحقيقة، هذا هو اللي صاير. من الاشياء المهمة انه تلاحظي طريقة تفكير هذا الشخص، تلاحظي افكاره، هل هي متسلسلة، هل هي منتظمة، هل هي في سياق واحد. تلاحظي طريقة كلامه، هل هو إنسان كثير الكلام بشكل مرة مبالغ فيه، هل هو تجيه أحيانا يكون كلامه كثير، أحيانا يكون كلامه قليل، هل كلامه يتنقل موضوع الموضوع الموضوع، تحسي إنك تايهة ما أنت قادرة تلقطي معاه، يعني كأنه هو يدخلك موضوع في موضوع، كأن الموضوع متشابك أو متسلسل أو مرتبط، بينما أنت لو جيتي بعدين مواضيع مرة مختلفة ما لها أي علاقة مع بعض، مجرد أنه قاعد ينتقل موضوع في موضوع. هذه من الأشياء النفسية المهمة اللي لازم أنت تلاحظيها أثناء الحديث مع هذا الإنسان. كمان من الأمور المهمة، هل هذا الشخص يجيكي لحظات يكون مبتهج ومستانس وسعيد، ولحظات يكون فيها موده سيء؟ هل هو مزاجه يطلع وينزل؟ هل هو إنسان نومه كثير، أو أحيانا لما يصحى يصحى بشكل متواصل، يجلس يومين 3 أيام صاحي؟ طيب لو انتقلنا لجانب آخر اللي هو جانب أنه هل هذا الشخص كيف ينظر للمرأة؟ هل ينظر لها إلى أنها شخصية لابد أن يكون على رأسها وصاية طول الوقت؟ هل ينظر للمرأة هذه على أنها إنسانة مضلة للمجتمع وأنها أساس الفساد؟ هل ينظر المرأة إلى أنها لازم تكون تحت حراسة وتحت حماية وتحت سلطة، وأنها لا يمكن تركها في مكان لحالها؟ كيف ينظر لعمل المرأة؟ كيف ينظر لممارسة المرأة حقها الطبيعي في الدراسة، في الحياة، في العمل، علاقتها بصديقاتها؟ كل هذه الأمور مهمة. تيجي بعض البنات تقول لا يغار عليا، يحبني، ما يبغاني أختلط بأحد، يغار عليا حتى من أهلي. إيش الكلام الفاضي يا حبيبي؟ هذه لازم أنتي تكوني إنسانة واعية، هذه الأمور إنسان راح تعيشي. فزي ما قلنا لازم تفرقي بين موضوع الشك وموضوع الغيرة الطبيعية اللي عند كل البشر. لكل جانب من السلوك جانب سوي وجانب غير سوي. الثقة الزائدة اللي بعضهم تقول يثق فيني خليني ألف في العالم وخليني مدري، أوكي، بس لما يكون إنسان بلا مشاعر بلا قيم بلا أخلاق هذا ما تعتبر ثقة. نفس الشيء لما يكون شخص شكاك طول الوقت هذه ما تعتبر غيرة. طيب نجي لنقطة أخرى، هل هذا الشخص يبحث دائما عن الكمال؟ عنده نزعة الكمال في كل شيء، في نظرته للحياة. هذا الشخص بيكون مرهق لك مع مرور الوقت، مهما كنتي أنتي اللي أرضيتي طموحه بأنه شعرك لونه كذا وطوله كذا ومقاس خصر كذا ووزنك كذا، إلا أنه مع مرور الوقت راح تلاقي نفسك في تدورين في بعجلة مستمرة مع الحياة عشان تحاولين أنك ترضين هذه النزعة عند هذا الإنسان، لأنه ما يرضى بأقل من 100% في كل الأحوال. هو يبحث عن شخص كامل، عن حياة كاملة، عن طريقة تعامل كاملة، عن خدمات كاملة، وهذا الشيء مستحيل، مستحيل إنك ترضين هذا الإنسان مهما حاولتي. أيضا مهم إنه تلاحظي هل هذا الشخص هو كثير النقد، دائما ينتقد كل شيء. طبعا هذه الشخصية تختلف عن الشخصية الباحثة عن الكمال. الشخصية التي تبحث عن الكمال ولديها نزعة الكمال هي عندها الشيء الجميل تريده أجمل، ما ترضى بأنه شيء يكون أقل من 100%. لكن هذا الشخص المنتقد هو أصلا ما ينظر إلى الجمال، هو ينظر إلى السوء في كل شيء. تطلعي أي مكان انتقادات، تلبسي أي شيء انتقاد، تطبخي أي شيء انتقاد. فلاحظي هذا الإنسان، هل هو ينتقد المجتمع وينتقد الزملاء وينتقد أخوانه وينتقد أمه وينتقد أبوه وينتقد العالم كله؟ إذا هذا الإنسان صعب الحياة معاه، صعب إنك تعيشي معاه، لأنه يعني ما يشوف النقطة السوداء في الورقة البيضاء. نجي لشخصية أخرى أو نقطة أخرى من سمات الشخصية اللي هو الاندفاعية والتهور. الشخص اللي عنده اندفاعية وتهور عالي في شخصيته
مشكلة عظيمة. ليه؟ لأنه يتخذ قرارات ويقدم على أمور ما يحسب لها حساب، ما ينظر لعواقبها في المستقبل. ممكن تلاحظي هذا الشخص لو تسأليه عن وظيفته يقولك اشتغلت هنا وتركت من هنا ورحت هنا. ليه؟ لأسباب تافهة. الاندفاعية والتهور كمان تشمل ممكن حتى العلاقات، فتلاقي فجأة إنسان اجتماعي ويحب الناس وعنده علاقات وأصدقاء وزملاء، وفجأة ترك الجميع لأسباب بسيطة وأسباب تافهة. أحيانا يكون ما عنده قدرة على إدارة انفعالاته، وما عنده قدرة على ضبط مشاعره. فهذه مشكلة أنت راح تقعين فيها في المستقبل، لازم تكونين واعية لهذا الشيء. أيضا سمة البخل، الشخصية البخيلة أنت ما تقدرين تتعايشين معها، لأنه الوضع مو يوم مو يومين ويفك، أنت راح تعيشين معاه عمر كامل. فلما يكون شخص عنده وربي منعم عليه لكن هو ما يبغى يعطيك، معناته هو يحب المال أكثر من حبه لك وحبه لأسرته وحبه لأولاده في المستقبل. فهذا الشخص صعب تتعايشين معه. في فرق بين الشخص اللي بخيل والشخص اللي عنده رؤية للحياة، إنه لازم هذا الشيء ما يلزمني الآن، لازم أوفر هذا المبلغ عشان أنا مثلا أبغى أحطه في شيء مهم، في بناء منزل، في إني يعني عندي التزامات أبغى أسددها الآن. هذا ما يعتبر بخل. لازم البنت تفرق بين إنه ما يبغى يعطيني لأنه عنده التزامات أو عنده رؤية للمستقبل، وبين إنه بخيل هو أصلا عنده وما عنده أي التزامات ووضعه كويس لكن هو ما يبغى يعطيني. طيب، جانب آخر اللي هو الشخص اللي يعتمد على شكله الخارجي وعلى وسامته وعلى مظهره في إنه هذه هي القيمة الأساسية. طبعا شيء طبيعي إنه الاهتمام بالشكل وبالجمال هذا شيء مهم للمرأة وللرجل، لكنها لا تعتبر قيمة. فالشخص اللي يرى إنه قيمته في شكله وفي وسامته تلاقينه مترزز في برامج التواصل الاجتماعي وفي كل يعني في كل مكان، همه إنه مين يقول له أنت حلو، إيش الوسامة هذه، إيش الجمال هذا، ويشوفها هذه هي القيمة الأساسية. هذا الإنسان ما ينفع إنك تعيشين معه، لأنه اليوم أنت بتمدحي وتقولي له إيش الحلاوة هذه، بكرة خلاص كلامك ما رح يغري لأنه يبحث عن شخص آخر يغذي هذه القيمة داخله. فبيلاقي البنات كثير حوله كل واحدة تقول له إيش الحلاوة وإيش الجمال وإيش المزازة هذه. فأنت بالنسبة له نقطة أيضا جوهرية، هل هذا الإنسان منغلق، عقله متحجر، ما يقبل الأفكار الجديدة، ما يقبل أي شيء جديد أو حديث، يشوف أنه كل شيء يدخل علينا هو غزو فكري وغزو حضاري، وأن الحياة في الماضي كانت أفضل من الحياة الآن، ولا تناقشيني لأن هذا الموضوع انتين منه وأنا ما أقبل النقاش ولا أتقبل أي أفكار، أنا الصح والباقي كلهم غلط. وعلى خلاف هذا يجي الشخص المنقاد اللي مع الخيل يا شقرة، كل اللي يمشي على هوا، إن قلتي له فكرة أو رأي مشى معاك بدون ما لا تقولي والله يحبني ويسمع كلامي، لا يا عمري، لأنه بكرة بيسمع كلام صاحبه في الاستراحة وبيسمع كلام زميله في العمل وبيسمع كلام أهله. هذا الإنسان سهل يتخلى عنك ويرميك، لأنه أي فكرة بتجي من أي مصدر رح يقتنع فيها. لو أحد قال هذه الزوجة ما تنفع لك سهل أنه يتخلص منك، أو أقلها في أبسط المواقف ممكن حياتكم كل شخص يسيرها. لو جلس مع زميله وقال له ترى المرأة ما ينفع معها إلا كذا مشى معاه، لو جلس عند أمه أو أخته أو أحد أقاربه وبينك أنت وياهم مشكلة وقالوا أنت زوجتك فيها وما فيها، ما رح يفكر بعقلانية، ما رح يقتنع، يعني يشوف الأمر هل هذا الأمر مقنع ولا لا، ويحاول أنه يكون إنسان محايد وينظر الأمور بموضوعية من كل الأطراف. لا، فهذا الشخص رح حتى حياتكم يسيرونها الناس. النقطة الأخيرة اللي هو الشخص اللي ينظر للأمور للمواقف الأشياء بدونية، أنا عشاني من العائلة الفلانية فأنا أحسن من فلان وفلان، أنا عشاني موظف في المكان الفلانية فأنا أفضل من غيري اللي هم كذا. فتلاقينه طول الوقت يحتقر الناس وينتقدهم بطريقة مبتذلة، عنده عنصرية عالية جدا مع الأشخاص والمواقف والأماكن. هذا الشخص يعني التعامل معه صعب، لأنه عقليته عقلية شخص عنصري، شخص ما يحب الأشخاص ويتعامل معهم على قيمهم،
هو يتعامل معهم على مكانتهم الاجتماعية، على مكانتهم المالية، على مكانتهم الوظيفية، لكن ما يتعامل مع الناس ومع الأشخاص على إنه إنسان ذو قيمة. كان هذا موضوعنا اليوم، أتمنى كل البنات يستفيدون. شاركوا هذا الموضوع للبنات المقبلات على الزواج، اللي في سن الزواج، لعلهم يعني ربي يكتب لنا أجر بتوفيقهم في حياتهم إن شاء الله الزوجية. الموضوع حاولت قدر الإمكان أني أختصر النقاط وأني أرتجل فيه لأني ما حضرت له أي شيء، فإن شاء الله ينال إعجابكم. شكرا جزيلا لحسن استماعكم.